واش الخوت اليوم معنا هذا الفيديو الروينه ديال بصح كما قالوا المخواتنا المغاربه. شفت الروينه ديال بصح؟ اجي تشوف معنا سنو الانترو وتفرجوا. يلا اخوتي نبدأ في الفيديو تفرجوا. عندك مزحك او فورما طالع يو بو. صداك عندنا هذا الفيديو مقودين وحدي يا ربي الله يسمح لينا واحد برانك دايرنا في السجن الله يسمح لينا ويا ربانا وش هذا يا ارقص فرحانة يا تشوفوا معنا هذا الفيديو تاع الحاج شيباني مقوي كل نهار نبدلو تقاشيرة وداك الصباح يتقلب تقاشيرة ما فهمناش علاش كاش تغلي تقلب تقاشيرة ماشي تقلب هذا هذا شي ناس 20 عام هما يترينو ياكلو البروتين وما بان عليهم والو نوريك شنو باين والله قوة السيدة قسما بالله قوتنا المراكة حبة قليلة على ذلك اللهم انك الشيطان يا الشيطان هرجل بزاف اللي تعرض لله صار هذاك اللي اللي تحشي من الدم الناس اللي صار بالتعبير على وضع الناس في الواقع الاجتماعي يفلاشي وتحاول إصلاح هذه المشكلة الظاهرة لا ما تفهمني أولا تقييم هكذا كنت طالع السبورة تشرح تشرح وش في تاخر 3 زائد 3 قلت هكا تساوي اريح من الدنيا في النارية حاسة شادو بنادم بحالاش انا امي دير بحالاش بحالاش عايشة قهوة اللهم لا امي اللهم ناري ناري كيما قالوا خوتنا المراري بزاف هادشي بزاف بابا 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 دابا انا الا جاو الناس يخطبوا فيا شحال غيطلبوا فيا في الصداق ماشي ما نطلبوا الصداق كمان ضروري تبسطوا وانت مسموح ما غلط انا انت بسطوا ما غلط شكون فيكم يعطيني شي كلمه فيها حرف الالف تفضل تفضل امي امي يا فاصل إشاري ومن أتمنى ليدي كذيب أنا اللي عمرني ما بكت عيني غدا ما بكت لي بحور وصغير شفحة تنزل لي من الفرحة دمع نستدام يا رب طفا شوغم هذا قبل دبليو دبليو اي تشامبيون جون سينا راندي اوتن
ردي اورتر. ايه عندي متابع سلمينا اللي ليهونش باتوين 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 ليهونش دابيو دابيو خوتي والله الغشي راه باط تابعني واش كاين بني هذا ماذا كريزي مان انت عارفني انا باغي نخدم انا زعما تعطات نشرب كوفتي هاك كل سنه نمشي حبسك شي واحد صام 30 يوما في رمضان كأنه صام رمضان كله برافو عليك صراحة لك من صام 30 يوما في رمضان كأنه صام رمضان كله مزيان نرى صايمين 15 يوم ونشوف وهكي جادو انا ري خوتنا المراه والله فايده والله لو قلت لكم خوتنا المغاربه لا طرح عليهم بالي هادي تشوفوا معايا اللعيبه اوي كنحبك وتنبغيك تنموت على دين امك عندي قليب واحد لا لا هي تتبغي والله لا تتبغي جبت الله انا كنبغيك انا كنبغيك والله لا خصنا المغاربه لا راح لهم بالين بالله يا بالله ثاني خصنا المغاربه والله لا نتوما واش اخوتي كانت هذه هي المقطع ان شاء الله تدعمونا بلايك لايك 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 وابوني وكل شيء قاعد الصور حتى زينين كومونتير مهم دعمونا اخوتي الله يرضى عليكم شوابين الله يسد العواشر ما نعرف الله بزاف ندعي عليكم قليل عليكم اي اخوتي هاته الله الله يجازيكم بالخير ان شاء الله تشاو